تتوارد الأنباء من جنوب العاصمة السودانية الخرطوم ومن شمال البلاد وتحديدا محيط وداخل قاعدة مروي عن سماع إطلاق نار واشتباكات، بالإضافة إلى معلومات عن إغلاق شارع نيل المحيط بالقصر الجمهوري. التطورات الأمنية تلك تأتي بعد ساعات من اجتماع انضم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع قادة الحركات السودانية، ووفق بيان صادر عن المجتمعين فإن البرهان أبدى الاستعداد للقيام بأي خطوة من شأنها حل الإشكال بين الجيش وقوات الدعم السريع بهدف إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي. وألفت البيان إلى أن البرهان طمأن السودانيين بأن الأزمة في طريقها إلى الزوال منعا لجر البلاد إلى حرب أهلية المنتصر فيها خاسر لا محالة بحسب ما جاء في البيان. مع تصاعد حدة التوتر في السودان توالت الردود الداخلية والخارجية، وحذرت الولايات المتحدة رعاياها من التوجه إلى مناطق الانتشار العسكري. أما الاتحاد الأوروبي فقال إن التصعيد يعرقل مفاوضات إنشاء حكومة انتقالية مدنية. إذن أعزائي الكرام، وفي تطورات الوضع في السودان وفي العاصمة الخرطوم تحديدا تتوارد إلينا الأنباء عن اشتباكات في مدينة بحرية السودانية وبمحيط منشآت لقوات الدعم السريع. أيضا هنالك وبحسب رويترز انتشار عسكري كثيف في مدينة أم درمان وهي أحد مدن العاصمة السودانية الثلاث. أيضا يعني كما ورد إلينا الشبكات بجوار المدينة الرياضية في العاصمة السودانية الخرطوم، والجيش يرسل تعزيزات إلى هذه المنطقة. أيضا هنالك يعني أخبار تتوارد عن وجود اشتباكات في الولاية الشمالية وفي حاضرة الولاية الشمالية مدينة مروي في محيط القاعدة الجوية في العاصمة الشمالية في مدينة مروي، وهي المنطقة التي يعني كانت مثار يعني توترات منذ يومين بين قوات الدعم السريع المتمركزة في محيط القاعدة الجوية في مدينة مروي، وأيضا الجيش الذي كان يعني يدعو قوات الدعم السريع للانسحاب من تلك المنطقة. إذن وللاطلاع على آخر التطورات في السودان والعاصمة الخرطوم ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم السيد الجميل الفاضل الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك معي سيد الجميل. يعني ضعنا في الصورة الآن، تتوارد الأنباء عن اشتباكات في كل مكان تقريبا في العاصمة السودانية جنوب ووسط ويعني شرق، وأيضا في الولاية الشمالية. يعني ما هي هذه الاشتباكات، طبيعة هذه الاشتباكات؟ بالطبع الآن الخرطوم استيقظت في هذا الصباح على دوي الانفجارات وأصوات الرصاص من مختلف الأرجاء والأنحاء. معلوم أن هذه الأصوات قد بدأت سماعها اليوم من جنوب مدينة الخرطوم، جنوب مطار الخرطوم ومطار الرئيسي، وفي ضاحية ما يعرف بمنطقة أرض المعسكرات بسوبا بالقرب من المدينة الرياضية. وبدأ الهرع المواطنون إلى العودة إلى مساكنهم بعد أن تحركوا في حراكهم المعتاد في كل صباح بالعودة أدراجهم إلى الوراء إلى بيوتهم. ويبدو أن ساعة صفر الانطلاق لهذه الاشتباكات أيضا أتت في أعقاب اجتماعات مكثفة انخرطت فيها
القوى المدنية الموقعة للاتفاق الإطاري في اجتماعات منذ منتصف ليل أمس مع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وأيضا الوساطة التي تبنتها حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا. لكن يبدو أن كل ذلك قد ذهب أدراج الريح الآن لانطلاق أول الطلقات. هذه المعلومات المتواترة تقول أن هذه الهجومات الآن تشمل مدينة الخرطوم بأنحاء متفرقة، وأنها قد أيضا كرة اللهب قد تزحرجت إلى مدينة الخرطوم بحري. وكذلك المعلومات التي تأتي من مدينة مروي أن الحالة التي استمرت لأكثر من 72 ساعة في ظل الترقب بين حشد قوات الدعم السريع وحشد قوات الجيش أيضا قد انفجرت الأوضاع هناك. هذه الصورة العامة، لكن أتصور أن انطلاق شرارة هكذا حرب يعني أن هناك مناطق أخرى في السودان يمكن أن تشهد ذات الأحداث وتصبح الوتيرة متصاعدة بطبيعة الحال. هكذا طبيعة الحروب، عندما تنطلق هي تبدأ بشرارة صغيرة ولكنها لا تتوقف وتتدحرج كرة اللهب من هنا إلى هناك لكي يتسع نطاق الحريق. الحرب بطبيعة الحال ليست نسخة قصيرة، وحتى من يتخذ خيار أو ساعة صفر بدء هذه الحرب أيضا في النهاية قد لا يستطيع أو لا يملك متى ينهي هذه الحرب. للحروب بطبيعة الحال تداعيات وصور للاستمرار بشكل أو بآخر، وتدخل أيضا أجندات كثيرة لجهات متعددة هي سعت بنفسها إلى تأجيج الخلافات السياسية وإلى إبلاغها نقطة اللا عودة، وهذا نعم. ما حدث الآن يعني. الآن السيد نعم. الجميل، يعني هنالك عواجل تتوارد إلينا وعلى لسان قوات الدعم السريع التي تتحدث عن قوة كبيرة من القوات المسلحة أو من الجيش السوداني قامت باقتحام مقار للدعم السريع سواء في جنوب الخرطوم أو حتى في منطقة معسكرات صوبة، إلى أرض معسكرات صوبة تحديدا في الخرطوم. يعني كيف تشاهد أو كيف ترى المشهد؟ هل بدأ بالفعل الجيش يعني فرض هيمنته ويعني وضع يده على جميع المقار التابعة للدعم السريع توطئة للخطوة القادمة، وهو ما كانت تتحدث عنه العملية السياسية بضرورة سرعة الدمج وأن تكون هذه القوات هي مندمجة تماما تحت مظلة القوات المسلحة والجيش السوداني؟ لا أستطيع أن أتصور أن الأمور ستمضي بهكذا بساطة. هو في النهاية الخيار أن يتم الدمج بتفاهمات وبشكل طوعي يتم فيه تقبل لصيغة الدمج، لكن أن يحدث فرض الأمر الواقع باقتحام مقرات الدعم السريع وبالتالي أن يصبح أن يسقط في يد قادة الدعم السريع ويصبح من ثم قوة قد تلاشت وليست لتدمج. يعني في هذه الأحوال عندما تنكسر أي قوة في ميدان معارك وتهزم، هذا لا يقود إلى دمجها، هذا يعني أنها قد تبددت. وأنا لا أتصور أن الأمور بهكذا بساطة، لكن من الواضح تماما أن الجيش هو الذي أخذ زمام الأمر، ويبدو أن الجيش قد عانى في الأيام القليلة الماضية من ضغوطات من داخل المؤسسة العسكرية وضغوطات أيضا سياسية من عناصر النظام القديم الذين مارسوا كثير من الضغوط على قادة الجيش، وأيضا تم التهكم والاستخفاف بهم والتشكيك في قدراتهم، وأن هذه القوات الدعم السريع قد باتت خارج السيطرة. وبالتالي هذه الضغوط التي جرت على قيادة الجيش من داخل الجيش كمؤسسة ومن خارج الجيش في الفضاء الذي تمثل الحركة الإخوانية في السودان، أعتقد أن الحركة الإخوانية في السودان قد أفلحت فيما تريد. لو أننا قدرنا أن هذه الحرب بأي حال من الأحوال هي ستكون لصالح من، لا بد أن نرى أن الجهة التي يمكن أن تصب تجربة قيام الحرب في السودان في سلتها. أنا أتصور أن الجهة الوحيدة هي تنظيم الإخوان المسلمين في السودان، وبالتالي نعم. يعني لا أتصور أن القضية هي مجرد
مجرد خيارات لسبب خلافات فنيه. نعم. ماذا سيد الجميل الفاضل، ماذا عن العمليه السياسيه؟ هل وئدت منذ يعني قبل ميلادها بعد هذه التحركات؟ نعم الان في كل المعارك يقال دائما ان لا صوت يعلو على صوت المعركه، لا يمكن ان تصبح الاصابع على الزناد والكل الان يواجه الكل، وبالتالي ياتي الحديث عن العقل والجلوس والتفاوض والنقاش والعمليه السياسيه والتدابير التي يتم الاتفاق عليها. هذا هو خيار الاخوان المسلمين في السودان، ان يذهبوا بالبلد برمتها في مواجهات وفي صراعات دمويه ومسلحه، وبالتالي قطع الطريق امام العمليه السياسيه وامام طاوله التفاوض، ويصبح القضيه من ثم قضيه مواجهه لا بد ان يحدث فيها منتصر ومهزوم، لكن في تقديري انه لن يكون هناك منتصر ولن يكون هناك مهزوم بالمعنى الحرفي. سنتابع بالطبع السيد فقط. نعم. الشعب السوداني هو الخاسر. نعم شكرا لك سيد الجميل الفاضل الكاتب والباحث السياسي، كنت معي عبر الهاتف من الخرطوم، وسنتابع بالطبع أعزائي الكرام آخر التطورات في السودان أولا بأول خلال هذه النشرة والنشرات القادمة. وبالعودة مرة أخرى إلى التفاصيل في السودان، تنضم إلينا مراسلة الشرق من الخرطوم مها تلب عبر الهاتف معي. أهلا بك مها، وما هي آخر المستجدات والأوضاع في السودان؟ نعم سالي، نعم صباح اليوم أو قبل ساعة من الآن كانت هنالك اشتباكات، هذه الاشتباكات كانت جنوبي الخرطوم حيث المدينة الرياضية، هناك أكبر معسكر لقوات الدعم السريع، لكن سالي الآن هذه الاشتباكات في كل مكان في شوارع العاصمة الخرطوم، محيط القصر الرئاسي، محيط مقر قيادة الجيش إذا جانب وسط الخرطوم، وأمدرمان إلى جانب بحري. الآن هنا في شارع النيل سالي هنالك معدات عسكرية، تم إخراج جميع الدبابات والمركبات وحاملات الجنود منتشرة في شوارع العاصمة الخرطوم، أصوات الرصاص وإطلاق النار لا يتوقف سالي منذ ساعة، هنالك قتلى رصدنا قتلى في الشوارع، وأنا وصولا من أم درمان إلى المكتب كانت هنالك يعني رصدت عدد 2 قتلى، لم أتبين إلى من ينتمون، هل ينتمون للقوات المسلحة أم قوات الدعم السريع، لكن سالي الآن الانتشار يعني إطلاق النار في كل مكان، هنالك حديث عن يعني اجتماع يعقد الآن بمقر قيادة الجيش للقوات المسلحة السودانية لمتابعة تطورات الأوضاع، هنالك أيضا سالي كما علمنا الوساطة التي يقودها قادة الكفاح المسلح يجرون اتصالات بين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لكن الاشتباكات مستمرة، أيضا هنالك إقلاق لعديد من الطرق الرئيسية يعني شارع النيل حيث الطريق الذي يؤدي إلى مقر قيادة الجيش بالإضافة إلى مجلس الوزراء، جميع الطرق مقفولة، هنالك هلع سالي رصدنا المواطنين، هنالك يعني تفاجؤوا بهذا الاشتباك، الآن هم يعني يتسابقون للوصول والاحتماء بالأماكن والوصول إلى منازلهم، هنالك من يتحدث عن ضرورة أن يأخذ العديد من المؤن إلى داخل المنازل، لكن المؤكد سالي هذه الاشتباكات تستمر، تتوسع رقعة الاشتباكات في كل مكان في كل خاصة العاصمة السودانية الخرطوم، هنالك أيضا تطويق لمقر الإذاعة السودانية بمنطقة أم درمان من القوات العسكرية، هنالك تم إغلاق كوبري المكلمير كوبري القوات المسلحة، رصدنا ويعني ايضا هنالك سيارات او دبابات تتجه لاغلاق كوبري النيل الابيض الرابط بين الخرطوم ومدينه ام درمان الى جانب كوبري ما يعرف باسميا كوبري الفتحاب الذي يربط ايضا مدينه ام درمان ومدينه الخرطوم. نعم اشتباكات سالي حتى هذه اللحظة مستمرة في كل مكان خاصة محيط القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش حيث بيت الضيافة حيث يسكن نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس السيادة وقادة الجيش السوداني، الاشتباكات لا تنقطع.
نعم، ماذا عن مروي والقاعدة الجوية أيضا في الولاية الشمالية؟ هل امتدت هذه الاشتباكات إلى تلك المنطقة التي كانت أيضا مثار جدل ومثار توتر خلال اليومين السابقين؟ هنالك توتر كبير سالي، حاولنا توتر كبير في منطقة مروي خوفا من أن تنتقل هذه الاشتباكات. قبل نصف ساعة من الآن حاولنا الاتصال بالقيادات العسكرية هناك من الدعم السريع والقوات المسلحة لإجلاء الوضع والوقوف على حقيقة الأوضاع هناك، لكن حتى هذه اللحظة لم تصلنا معلومات مؤكدة حول وجود اشتباكات في قاعدة مروي أو لا. أيضا حاولنا الاتصال بمدينة الأبيض لمعرفة أيضا هل انتقل الصراع هناك، لكن حتى هذه اللحظة لم نتحصل على رد من مصادرنا هناك بانتشار رقعة الاشتباكات لتصل المدن السودانية. نعم، ما هنالك يعني عواجل أيضا وردت إلينا تتحدث عن أن الدعم السريع يتحدث عن اقتحام قوات الجيش السوداني يعني مركز لقوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم وأيضا عدد من المراكز الأخرى. على إثر هذه الاقتحامات تم إطلاق الرصاص وتبادل الرصاص بين الجانبين، هل لديك أي معلومات عن هذه التحركات؟ نعم سالي، يعني يوم أمس كان هنالك تحشيد ضخم، كان هناك تحشيد من الجانبين القوات المسلحة والدعم السريع في عدد من المناطق. نعم، هذه المنطقة أرض المعسكرات بسوبة جنوبي الخرطوم، هو اتخذ منها الدعم السريع يعني مقر لقواته. وفقا لبيان من قوات الدعم السريع أشاروا إلى أنهم تفاجؤوا بدخول قوة كبيرة من القوات المسلحة حاولت تطويق المنطقة والهجوم على قواتهم في هذا المكان، وأشاروا إلى أن هذا الهجوم كان كاسح من القوات المسلحة وهم من قاموا بالرد على هذا الهجوم لحماية أنفسهم. وأكد الدعم السريع بأنه أجرى اتصالات مع الوساطة المحلية والوساطة الآلية الرباعية، لكن سالي هنالك وفقا للمصادر التي تحدثت إلى الشرق هنالك اشتباكات كبيرة بين القوات وهنالك قتلى من الجانبين، لكن سنتابع. حتى هذه اللحظة لم تصلنا معلومات حول عدد هذه الأعداد. سنتابع معك بالتأكيد مها تلب مراسلة الشرق من الخرطوم، كنت معي عبر الهاتف كل هذه التفاصيل وتطورات في السودان، شكرا لك.